السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة على القناة. وصفتنا اليوم كتستاهل التجربة، كتستاهل انكم تشوفوا الفيديو حتى الاخر، حيت انا متأكدة غادي تعجبكم الا جربتوها. غتخليكم انكم تعتمدوا هذه الحلوى في كاع المناسبات وتخليكم تستغناو على الباتيسري، ما تبقاو تشريو منه حلوى تولوا توجدوها لراسكم، خصوصا انها كتطلع او كتقام كما كنقولوا باقل تكلفه ودغيا كتوجد وما فيهاش تعقيدات نهائيا. حلوتنا اليوم سهله، خليكم معايا شوفوا الفيديو حتى الاخر، غادي نمشيو نشوفوا الطريقه ونشوفوا المقادير. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تبارطاجيو مع كاع الناس اللي كتعرفوا، ويلا نشوفوا الطريقه ونبدا. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحتاجوا جوج البيضات، بودره ديال الكاكاو تقريبا واحد 7 غرام، تقدروا نستعملوا ستاشي تقدروا نستعملوا ديال العبار. هنا عندي واحد كاس ديال الروب ديال الفورص، وعندي هنا نص كاس ديال السنيده، يعني انا بحكم الجينواز غادي نديرها صغيره، داكشي علاش خدمت بمقادير قلال، يعني اللي بغى يديرها بحجم كبير كيدوب المقادير. كانوا هادو هما المقادير كيف ما قلت لكم. شو نشوفوا الطريقه، نجيب فاش غادي نضرب، غناخذوا البيض غادي نزيد عليه السنيده وغادي نضربو بالخلاط الكهربائي، يعني ضروري خاصنا نستعملو هنايا الدراب الكهربائي، وكنبقاو نخلطو حتى كيتقال لينا الخليط. قاد لينا الخليط كيف ما قلت لكم، كيف ما كتشوفوا معايا كيولي على هذا الشكل. دابا غادي نزيد الفورص كيف ما قلت لكم كاس لارو، وغادي نزيد بودره ديال الكاكاو، وغادي نخلطو حتى كيولي عندنا خليط واحد بلون واحد. كيف ما كتشوفوا معايا كنخلطو على نفس هاد الطريقه اللي في الفيديو، وكنحاولوا اننا نخلطو من التحت باش ما كيبقاش لينا الدقيق يعني لاصق لينا في الجناب، حتى كيولي عندنا خليط واحد كيف ما غتشوفوا معايا. الخليط ديالنا ها هو واجد، ما بقى لنا الا نطيبوه. كيف ما كتشوفوا معايا درت بابي كويسون وكبيتو في هاد المول اللي كيكون عاقد الخليط، يعني ما كيكون جاري بزاف. وكيف ما قلت لكم انا غنخدم حلوه غير صغيره، يعني الا بغيتو نتوما تخدموها في الحجم الكبير كدوبلو المقادير، وضروري كنستعملوا بابي كويسون، كنحاولوا نثبتوا بواحد شويه ديال العجينه، وكنكبوا العجينه في السيركل ولا في المول كيف ما بغينا الشكل ديال الحلوه، يعني دائري ولا مربع، وكندخلوها في الفران طيب ودغيا كطيب، يعني ما كتفوتش 8 دقائق كتكون طيبه وواجده. وجدت لينا الجينواز، دابا غادي ندوزو نوجدو طبقه اللي مقرمشه. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحتاج لهنا، عندي واحد المعلقه ديال الماء، كاس ديال اللوز، ربع كاس ديال السنيده، وعندي هنا معلقه ديال الزبده عاديه. بالنسبه للزبده من الاحسن ما نستعملوش زبده مانغارين، يعني استعملوا زبده سبيسيال او عاديه كيف ما كنقولوا لها، ولا لابريري. نمشيو نشوفوا الطريقه، غناخدو فاش غنخدمو، غنديرو سنيده كيف ما قلت لكم ربع كاس، معلقه ديال الماء، وغادي نزيدو عليها معلقه ديال الزبده، وغنديرو كلشي فوق البوطه حتى كدوب لينا الزبده ودوب لينا حتى السنيده. من بعد ما دابت لينا الزبده كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نزيدو اللوز ونحاولوا نلبسوا اللوز بهذا الخليط. غيبدا يبان لينا بحال اللوز وهاد السنيده، يعني هاد الخليط بدا كيتحجر، ولكن كنواصلوا التحراك حتى كيدوب لينا وكيولي لنا على شكل كراميل. هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش الشكل. شو كيف ما قلت لكم، يعني كيبدا يدير هاد الرغوه وكيبدا بحال اللي غاده السنيده انها تحجر لينا، ولكن واصلوا التحراك حتى كيتبدل الشكل ديالو. هانتوما شوفوا اللون راه بدا كيتغير، يعني غيبدا يحمر، وكنبداو نسمعوا واحد الطرطيق كيف ما قلت لكم. المهم ديما خدموا وانتوما رادين البال، حيت السخونيه ديال السنيده كتكون صعيبه الله يستر. انا بغيناه يولي على هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا. دابا غنجيبوا واحد بابي كويسون اللي غنديروا فوق منه هذا اللوز، وكنخليوه حتى كيبرد لينا مزيان، وكنحاولوا ما نحطوه اننا نفرقوه مع بعضياته.
اللوز من بعد ما برد لينا دابا غادي نطحنوه، ما غنطحنوش بزاف يعني بحال اللي غادي نهرسو. اللوز من بعد ما طحناه كيجي على هذا الشكل كيف ما قلت لكم، يعني نحاولوا نطحنوه غير شويه ما نسحقوهش بزاف. الجينواز ديالنا راه طابز كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للجينواز من بعد ما طابت وخليناها تبرد كيف ما قلت لكم، كيف ما كتشوفوا معايا يعني كتجي على هذا الشكل، كتجي خفيفه وكتجي رطبه. وكيف ما قلت لكم يعني انا راه استعملت غير نص المقادير، داكشي علاش جات صغيره. وبالنسبه للناس اللي ما بغاوهاش في هذا العلو يعني راه كنقدروا نقطعوها بخيط او بموس حتى كتبرد، يعني راه ما نقسموهاش وهي سخونه باش ما تفرتتش لينا. ولكن انا بالنسبه ليا غادي نخلي هذا القياس، يعني غنخلي الجينواز على هذا العلو. وكيف ما قلت لكم ليكم اختيار، الا بغيتوا تنقصوا منها كتنقصوا منها. غنجيب السيبور اللي غنضرب فوقها الحلوه، وديما الحلوه يعني كنخدموها على هاد الوجه التحتاني، يعني في الطبقه الاولى كنخدموها ديما على هاد الوجه التحتاني، عكس الطبقات الاخرى كنخدموها على الوجه العكس. غادي نحط الحلوه ديالي بحال هكا، غادي نجيب المول اللي انا خدمه في هاد المول نيت، وغادي نسقيو الجينواز. انا غنسقيها بالحليب، حليب عادي. من بعد ما طحنا اللوز كيف ما قلت لكم، دابا غناخذ واحد 50 غرام ديال الشوكولاط. من الاحسن ان الشوكولاط ديما نخدموا بشي نوعيه اللي تكون مزيانه باش حتى في المذاق الحلوه كتجينا زوينه بزاف. وبالنسبه لهاد الشوكولاط راه فيه النسبه ديال الحليب، يعني ما ناخذوش الشوكولاط يكون فيه الكاكاو غالب يعني باش ما تجيناش هذيك المروريه، كيف ما كنقولوا شوكولاط شوكولا اولي. كيف ما قلت لكم هنا عندي 50 غرام، غادي ندوبها وغادي نخلطها مع هاد اللوز. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. ذوب الشوكولاط زدت ليه واحد المعلقه ديال الزيت، غادي نزيدو عليه هاد اللوز. بالنسبه ليا انا راه ما درتش اللوز كامل، خليت واحد شويه باش غنزوق به الحلوه. كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي زوينه بزاف هاد الطبقه، كتجي مقرمشه. غير هو كنأكد عليكم ان النوعيه ديال الشوكولاط خاصها تكون مزيانه بزاف. كنسرحوها من فوق الجينواز وكندخلوها الثلاجه باش كتبرد وكتشد لينا فراسها كيف ما كتشوفوا، يعني كنحاولوا نوزعوها على كاع الجوانب. دابا غادي ندوزو باش نوجدو الكريمه. بالنسبه للكريمه انا ما غاديش نخدمها بالقشده الطريه او لا كريم فريش، نخدمها بكريم شونتيي. وعندي كاس ديال الحليب اللي يكون بارد، 50 غرام ديال الشوكولاط. كيف ما قلت لكم الشوكولاط يعني من الاحسن نخدمو بشي نوعيه اللي تكون مزيانه والنوعيه اللي تكون كدوب، حيت كاين الشوكولاط اللي ما كيدوبش. وعندي دانيل، وعندي ورقه ديال جيلاتين. انا علاش بغيت ندير جيلاتين، يعني راه نقدروا نستغناو عليها، غير بغيت نديرها كيف ما عرفتوا يعني هاد الحلوه انا غنستعملها في عيد ميلاد، فتقدر انها تاخذ وقت طويل يعني وهي على برا. داكشي علاش بغيت نديرها في جيلاتين، يعني باش تبقى شاده في راسها كيف ما كنقولوا. غناخذ ورقه ديال جيلاتين غنديرها في الماء، وكيف ما قلت لكم راه نقدروا نستغناو عليها، يعني راه كتجينا شاده وعقده بلا جيلاتين. وغندوزو نخدمو الكريمه. غادي ندير الشوكولاط كيدوب، الشوكولاط يعني الا لقيتو ما بغاش يدوب ليكم يعني وبقى شاد كنقدروا نعاونو بشويه ديال الزيت ولا شويه ديال الحليب. غنجيب فاش نخلط الكريمه، كيحتاج نديرو السنيده حيت هي راه حلوه. وغادي نضربوها مع كاس ديال الحليب اللي يكون بارد، غادي نضربوها كيف ما كتشوفوا معايا، غير نحاولوا اننا ما نطلعوهاش بزاف، يعني ما نبقاوش نضربوا حتى كيولي عندنا الخليط قاصح. شوفوا معايا من بعد ما طلعنا الكريمه، يعني طلعنا على هذا الشكل، ذوبنا الشوكولاط كيف ما كتشوفوا معايا، دير فيه جيلاتين وكنحركوها مزيان من حد الشوكولاط سخون، يعني باش تذوب لينا هذيك جيلاتي اللي كنكونوا درناها في الماء، ولكن ما كنخليوهاش في الماء مده طويله. من بعد غادي نزيد دانيت كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نحرك حتى كيتخلط لينا دانيت والشوكولاط كيولي عندنا خليط واحد، وفي نفس الوقت حتى كيبرد لينا، يعني ما نكبوش الشوكولاط يعني او ما نخلطوش الشوكولاط مع الكريمه وهو سخون. كيف ما كتشوفوا معايا كنحرك حتى كيبرد، عاد كنجيب الكريمه وكنخلطهم مع بعضياتهم.
غادي نخلطهم مع بعضياتهم ونعاود ناكد عليكم. يعني الشوكولات حتى كيبرد عاد كنخلطوه مع الكريمه، والكريمه كنضربوها يعني ما كنضربوهاش حتى كتقصح لينا، كتولي على هذا القوام اللي شفتوا معايا. كنخلطو مزيان حتى كيولي عندنا الكريمه بلون واحد او بلون موحد كيف ما كنقولوا. هنا غادي نستعمل شويه الدراب الكهربائي غير باش يتخلط ليا مزيان، وهكا غتكون الكريمه ديالنا واجده. ونعاود ناكد عليكم النوعيه ديال الشوكولات اللي كنخدموا بها الحلوى، من الاحسن انها تكون نوعيه مزيانه. حتى الجيلاتين اللي ما بغاش يستعملها راه نقدروا نستغناو عليها، راه الحلوى يعني ناجحه 100% بلا جيلاتين. غير انا بحكم قلت لكم يعني الحلوى بغيت نستعملها في عيد ميلاد، راكم عارفين يعني الوقت يقدر يكون طويل، نقدر نتعطل على الحلوى باش نقطعها، داكشي علاش استعملت الجيلاتين. رجعوا الحلوى ديالنا من بعد الكريمه ما وجدات، دابا كبيتها فوق الجينواز والطبقه المقرمشه، وغنخليها في المجمد تقريبا ليله كامله، وقد ما خليناها اكثر قد ما كتزيد تشد فراسها وكتجمد لينا مزيان. من بعد ما خلينا الحلوى ديالنا كيف ما قلت لكم حتى جمدات لينا مزيان، دابا غادي نوجد الكلاصاج. كيف ما كتشوفوا معي بالنسبه للكلاصاج انا هنا استعملت نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الكريمه سائله، ونص كاس ديال الماء. غنديرهم فوق البوطه حتى كيغليو مزيان، عاد غادي نزيد جوج معالق كبار ديال البودره ديال الكاكاو. بالنسبه لهذا الكلاصاج راه ساهل وكيجي ناجح 100%، وكيجي عنده واحد اللمعان يعني اللي كياكد لنا ان الكلاصاج في المستوى المطلوب كيف ما كنقولوا. كيف ما كتشوفوا معايا هنا زدت البودره ديال الكاكاو، وغادي نزيد الجيلاتين، يعني الجيلاتين رطبوها شويه في الماء عاد زيدوها، وكنبقى نحرك مزيان حتى كتذوب لنا الجيلاتين في الخليط، ونصفيو من الاحسن. كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي ناجح كيف ما قلت لكم، الا لاحظتوا حتى داك اللمعان يعني كيبان فيه. بالنسبه انا الكميه ديال الكلاصاج اللي درت يعني ما غطاتش ليا الحلوى كامله، يعني اكثريا غطيتها من الفوق ومن جناب غطيتها غير شويه. الا بغيتوا تغطيوها كامله يعني تجيكم كحله كامله مغطيه بالكلاصاج، كنزيدوا في المقادير، يعني عوض ما نستعملوا نص كاس كنستعملوا كاس. نرجعوا دابا للحلوى ديالنا من بعد ما جمدات لينا كيف ما قلت لكم، غادي نحيدها. شوفوا معايا كتجي على هذا الشكل كما قلت لكم، يعني نخليوها حتى كتبرد لينا وكتجمد لينا مزيان. دابا غادي نكب الكلاصاج على الحلوى. كيف كتشوفوا معايا يعني انا درت واحد البانيو صغير حطيت فوق منه الحلوى، وغادي نكب الكلاصاج. كلاصاج يعني ما نخليوش يكون سخون بزاف، نخليوه حتى كيدفى لينا شويه، ما نخليوش حتى كيبرد بزاف حيت فيه الجيلاتين غادي يعقد لينا. وغادي نكبوه على الحلوى ونحاولوا نهزو من الجناب، ونبقاو نديروا على الجناب باش نعمروهم. كيف ما شفتوا معايا الكلاصاج راه كيجي ناجح 100% كيف ما قلت لكم. والحلوى ديالنا ها هي واجده. دابا ما بقى لنا الا الفينيسيون او نفينيوها. كتبقى طريقه تزيين على كل واحد شنو متواجد عنده، ولا كل واحد كيفاش بغى يزوقها. انا كيف ما قلت لكم خليت شويه ديال اللوز اللي ما خلطتوش مع الشكلاط، يعني ودرته من الجناب، درته غير من الجناب لتحت، يعني ما عمرتش الجناب كاملين. وخديت هذا العقيق اللي كتشوفوا زوقت به بهالطريقه، يعني طريقه سامبل وسهله واقتصاديه كيف ما كنقولوا، وكيكون هذا هو الشكل النهائي اللي كتجي عليه الحلوى. شوفوا معايا كيفاش جات، راه كتجي زوينه بزاف. حتى الكلاصاج يعني كيفاش كيبري كيعطي واحد اللمعان، وحتى هذا العقيق اللي خديت يعني زاد واحد المنظر اللي هو زوين. فيديو ديال اليوم سالا، انا عارفه طولت عليكم، ولكن الوصفه كتستحق. نتمنى انكم تجربوها، انكم وصلتوا حتى لهنايا. باش خليو لي جيم، خليو لي كومونتير، قولوا لي كيفاش جاتكم. وما غاديش نزيد نطول عليكم، غنقول لكم بسلامه، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه باذن الله.